هاي احنا شباب بلشنا المحاضرة، هاي انتوا على الجهة الثانية على الشاشة الثانية، في اذا بيكون عندك اي سؤال بس ارفع ايدك لا تنسى. طبعا استلي اليوم برضو ان شاء الله راح نخلص جزء من هذا البارت اللي هو راح يحكي عن ستيل ريفيو لماده الدي ام ال اسيوم البي ال اسكوال. طبعا راح تلاحظ انه احنا عملنا ريفيو صح، فطلع شو راح يكون البارت الاساسي اللي عندنا هو ريفيو لماده الدي ام ال. واي مين باي دي ام ال؟ اول دي ام ال ستيتمنت ذات يو كان رايت انسايد مين البي ال اسكوال. طبعا تتذكر احنا حكينا احنا بنشرح عن سمثينج كولد الانونيمس بلوك، وهو عباره عن البي ال اسكوال بلوك ستراكشر ذات هاف نو نيم، ماشي اللي ما له اسم. سو بما انه ما له اسم اذا حكينا ما بتقدر تعمل له سيف، ما بتعمل له كومبايل، ما بتقدر تعمل له او كومبايل ات ران تايم باي ديفولت، ما بتقدر تعمل له كول يعني ذاتس ات. فبهي الحاله انه حكينا ديفايد ذا ثري سكشنز، مينلي المين سكشن تبعه الاكسكيوتابل سكشن بيحتوي على دي دي ال، لا حكينا دي سي ال داتا كنترول لانجوج زي الريفوك والجرانت وكريت يوزرز، هذول الكوماند الخاصه في الدي بي اي، بالاضافه فقط اللي بيحتويهم هم دي ام ال ستيتمنت. هم احنا عارفين واحنا قسمناهم اعطينا عليهم ملاحظات لما اخذنا البارت السابق انه الانسيرت والديليت والابديت. حكينا الانسيرت والديليت والابديت هم نفسهم بالاسكوال نفسهم في البي ال اسكوال كستراكشر وكفورمات وكسنتاكس وكاوبريشن وكلوجيك وحتى كل الملاحظات عليهم. وحكينا ملاحظه اذا بتتذكر سابقا انه الانسيرت والديليت والابديت، يعني اذا بكتب اي انسيرت او ديليت او ابديت في الاسكوال بدي اكتبها في البي ال اسكوال جاست اونلي اذا بعملها كوبي بيست وبحطها داخل البيجن والان. كومنت رول باك حكينا عنهم ذا سيم، بس هو لازم تعرف لي ملاحظه زياده عنهم انه تاثيرهم يعني ما صار فقط انسايد البلوك، هو تاثيرهم انسايد واوتسايد، لانه الكوميت سيف كل شيء بالبفر ريجاردس وين هو موجود ومين اللي كتبه او مين اللي نفذه، والرول باك الغي كل شيء والغي كل شيء موجود في البفر برضه من بغض النظر من وين اجى. الجمله اللي تغيرت وبيسكلي اللي راح نشرحها اليوم بالتفصيل، يعني محاضره اليوم راح نغطي جمله السلكت ستيتمنت. احنا بنعرف انه السلكت ستيتمنت هي الجمله الوحيده اللي تغير كشكل وتغيرت كفانكشن، تغيرت كشكل صار فيها فيها كلوز جديد ما كان سابقا اللي هو عباره عن الانتو، وصار وكفانكشن صارت وظيفتها زي ما حكينا لما جينا نقربها بالانترودكشن انها كانت وظيفتها في الاس كيو ال هي جملة سي اوت ستيتمنت، صارت وظيفتها في البي ال اس كيو ال كجملة وات سي ان، لانه التارجت تبعها انها بطلت تعرض لليوزر صارت تتخزن بفاريبل. طبعا هل هذا الشرط الوحيد؟ لا، وتتذكروا يمكن اعطيتكم يعني هيك كنت احكي ملاحظة انه بتلاحظ انه كل البي ال اس كيو ال بدور حول كل المشاكل اللي راح يسبب لنا اياها البي ال اس كيو ال والحلول اللي راح ناخذها، وراح ناخذ شابتر كثير عن هذا الموضوع وبارتس كثير عن هذا الموضوع كيف نحل هاي المشكلة في البي في الاس كيو ال. شو الشروط حتى اكتب سيلكت ستيتمنت بطريقه صحيحه؟ شو الاشياء الاساسيه؟ اليوم راح ناخذها بالتفصيل بس بعد ما نخلص الريفيو السريعه للانسيرت والديليت والابديت والكوميت والرول باك، هدول راح نمشي عليهم بشكل سريع لانه احنا تنساش انه وي سبيند ا لوت اوف تايم عمليه انه ريفيوينج ذيس بارت بالاس كيو ال. فركز معي، يعني الجزء الاول من المحاضره راح يكون سريع جدا ريفيو فقط، الجزء الثاني راح يعني اسبند تايم عليه وراح اخذ اكزامبل وراح نطبق مع بعض على الايبكس ابلكيشن كيف نتعامل وكيف نفهم شو هي الشروط تبعت السلكت ستيتمنت، واخر شيء راح نغطي بشكل سريع اللي هي اذا اخذنا الريكورد او الرو، يعني اذا قدرنا نغطي او نخلص هاي المحاضره او نخلص هدول السلايدات اللي هم تقريبا حوالي 50 سلايد في هاي المحاضره. ليتس جو. اذا ما خلصناش لحد ما بنوصل بنخلص وبنخلي الجزء الثاني للمحاضره الجاي ان شاء الله. طيب ليتس جو. احنا بشكل سريع انا بدي اعمل بس يعني هنا عشان اختار اللون مباشره عشان نعمل الاس كيو ال. احنا حكينا انه فقط في هذا البارت انه بيجي بيشرح لك الريفيو الاس كيو ال دي ام ال، طبعا حتى بيشرح لك اياهم مش بالدي دي بالبي الاس كيو ال، بيشرح لك اياهم في الاس كيو ال نفسهم كيف شكلهم، فانت بتعرف فيها. انا بس برضه للتذكير راح امشي على كل كوماند بشكل سريع، الانسيرت الديليت الابديت للتيبل، طبعا في كوماند الميرج طبعا انا سكبت يعني ما اخذناهوش كان في الاسكوال فما بديش اعطيه اصلا في البي ال اسكوال. طبعا الكوماندز الاساسيات الموجوده اللي ممكن استخدمها انسيرت ديليت ابديت. لاحظ هذا بس هي ملاحظه احنا حكينا فعليا في الريال ابلكيشن للايبكس انه احنا ما في عندنا كوميت صح، الاصل انه
زي ما اخذنا سابقا انه الفرق بين الدي دي ال كوماند والدي ام ال كوماند انه الدي دي ال كوماند اكسكيوت اند كوميتد دايركتلي ويزاوت نيد تو بي اكسبليسيتلي سي، وهي كرول اخذناها في البدايه. The command is executed as soon as they are issued. We don't need to have اللي هي explicitly then saved. أما ال DML command حكينا لا أدول ال DML command بشكل something called the transaction وبضلوا ينضافوا للبفر حتى انتريت later or then decides to either commit or roll packet. ماشي اللي هو الباكج كامل. الإشي اللي منطبقه إحنا هنا إنه في الأبيX SQL منلاحظ انه في الابيكس لما نيجي نطبق سواء كتبنا كمان دي دي ال او دي ام ال بنرجع بنلاقيه محفوظ. ليش؟ لانه محطوط في عندنا الاوتو كوميت تيرن اون. ماشي ذاتس ات. اذا بنلاحظ انه عمليه الاوتو كوميت شو مالها مخزنه مباشره مشغله، وهذا فعليا في الريال ابلكيشن للابيكس لو تنزله انت مش بتشتغل على الاونلاين فيرجن، لو تشتغل عليه مباشره هاي مش موجوده لانه الاصل انه ما تعمل كوميت لكل انواع الترانزاكشن. ماشي. There is no user control to disable auto commit. طبعا بيجي واحد بيحكي طب خليني انا اخليها تصير زي الريال ابلكيشن انك تعمل تيرن اوف للاوتو كوميت. طبعا بالاكونت اللي هو الاونلاين فيرجن تبعه ما بقدر اجي اعمله اذا اوتو كوميت دن. هاي ملاحظه بس حبيت احكيها عشان لما يجي واحد يطبق بيقول لك ايوه كتبت دي ام ال ورجعت لقيته مخزن. ماشي. وانا برضو اذا بتتذكر ارجع للريكورد السابقه بتلاقي اني انا حكيت عن هاي الملاحظه وحكيت عنها. طيب بنبدا بكوماند انسيرت. طبعا يو نو للي مش جود هاي كمان، هاي كمان فرصه ثانيه ان نراجع الانسيرت والدي ام ال بشكل كثير. هذول لانه حكينا وحتى ركزت لكم اياهم قلت لك هذول من اهم البارس اللي بيجي عليهم اسئله وبتكرروا معنا بشكل كثير كبير. الانسيرت طبعا حكينا اد رو واحد، طبعا نيو روز، طبعا روز كلمه روز حكينا هون المينيمم والماكسيمم ركزت عليها انه حكينا فعليا هو بضيء كل انسيرت بتحتاج 1 رو، وكان هذا من الاشياء اللي كنا نغير فيها انه بنحتاج للبي ال اسكوال. انا مرات بدي فور لوب بحط فيها الانسيرت لاني اذا بدي اعمل انسيرت لكل رو بالانسيرت وحده فمرات باخذ مني تايم كثير. اذا المينيمم للانسيرت اذا بتتذكر واحد والماكسيمم واحد، لازم يكون في عندي اسم التيبل، لازم يكون الفالوز كلهم، وكان في عندنا تو فيرجن يا بتعطيهم الفالوز كلهم حكينا اكثر واقل غلط اذا بتتذكر، او انك بتستخدم الفيرجن اللي فيه اسماء الكولومز. وبهاي الحاله لازم تضمن انه اللي تركتهم ما عليهم النات نال كونسترين. ذا نيم اوف كولوم هون اوبشنال انك تعطي اسماء الكولومز الا اذا بدك تعطيهم بترتيب اقل، بترتيب مختلف او عدد اقل. Then you list of them must be match. حكينا لازم يحقق الفالوز، لازم يتحقق الكونسترينتس كلهم، لازم يتحقق الداتا تايب، لازم يكونوا بنفس الاوردر، لازم يكونوا بنفس الداتا تايب وبنفس العدد. طبعا اذا ما بقدر انا ادخل القيم اقل، حتى لو بدي ادخل القيم you can write what اللي هي او you can insert explicitly اللي هو النل. النل حكينا هي عباره عن كلمه معرفه كي وورد، كلمه محجوزه ومعرفه. شكلها هيها بالاس كيو ال، لاحظ احنا بنشرح اس كيو ال. انسيرت انتو امبلويز، اذا عمليه انسيرت انتو اسم التيبل الامبلويز، بعدين ممكن انك تحط عندي هون الكولومز، هدول هم الكولومز، والجزء الثالث عندي هو شباب وات الفالوز، هدول هم بعد ما نحدد الفالوز هدول الفالوز. بما انه حاعطينا الكولوم اذا الاولاني 305 للاي دي، كريم للفيرست نيم اند سو اون. ماشي. وحكينا هاو تو انسيرت ديفرنت تايبس اوف داتا، صرنا احنا فاميليار في هذا الموضوع وغطيناه ولاحظ انه براجعهم هم اس كيو ال مش بي ال اس كيو ال. ماشي. ما في نفس الفكره، بس هون الاختلاف مع انه سيلف ريدنج سلايدز انه يس ما دخل قيم، اضطر انه يدخل عندي هون وات، انه اضطر يدخل لي وات نل. ما يعني هو بطل هون ليش ما بيضل ليش اي دونت نو، يمكن سيلف ريدنج. طيب نل 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 نل. طبعا هون برضه الشيء في قيم ما بده يدخلهم اضطر انه يدخلهم، لاحظ النل اكسبلسيتلي not necessary تكون في النهايه بس هو اذا كانوا في نفس الترتيب. طبعا هذول التريك هم نل، مش لازم يكون عليهم كونسترين نط نل. ماشي. بنيجي للكوماند الثاني اللي هو عباره عن الابديت. الابديت حكينا الابديت بيختلف الابديت لانه في كونديشن، واي شيء في عليه كونديشن المينيمم له زيرو والماكسيمم له اول. وحكينا تنساش الرولز اذا if you omit the condition will ايش هون انت يعني بتحقق الاول. The update statement is used to modify existing row and table. برضو حكينا المينيمم زيرو فيها، بحتاج الاسم
بحتاج الكولوم او الكولومز اللي انا بدي اعدل عليهم اسمائهم مينيمم واحد ماكسيمم اكثر، بحتاج الوير كلوز هي اوبشنال، وبدي الفاليو الجديده اللي راح اغيرها طبعا. وحكينا برضو من استخدامات الابديت اذا بتتذكر اني انا استخدمها حتى ادخل قيمه او اعمل افضي كولوم، يعني اخلي كل الفاليو داخل الكولوم نل باستخدام الابديت، اني الغي الفاليو تحت الكولوم ماشي باستخدام الابديت. ابديت انه مثلا الايميل ايكوال نل وبدون كونديشن عشان تفرق بينها وبين الديليت. دقيقة شوي هنا صار عندنا مشكله، لازم اعمل له ريستارت لإله. خليني الغي من هون واجي نو. هاي المشكله البرنامج بعد فتره بضرب. هاي بس مثال على الابديت بشكل سريع. لاحظ انا شوف عندي شباب في الابديت، ابديت الابلويز، عدل على تيبل الابلويز، خلي السالري يصير 1100 لامين او 11000 للبلوي اللي رقمه ذيس نمبر ماشي. فهون بتضمن انه الابديت بغير على تيبل واحد. ابديت الابلوي ست السالري، هون غيرنا اكثر من القيمه، لاحظ انها غيرنا، زدنا له السالري وزدنا له الكوميشن لهذا الموظف. طبعا بدون الوير راح يغير لمين؟ للكل. بنيجي للديليت ستيتمنت. الديليت ستيتمنت طبعا يونو الديليت از يوز تو ديليت ا كومبليت رو، مش جزء منه، انا بستخدمها عشان اغير رو واحد، الغي رو كامل من بدايته لنهايته. طبعا نفس الابديت، المينيمم الها زيرو، الماكسيمم الها اول لانه فيها كونديشن. يا بتحتاج اسم التيبل، وير كلوز هي اوبشنال، بدون الوير كلوز انت بتحقق الاول روز. يا وطبعا وحكينا اذا بتتذكر انه كان في فيرجن ثاني من الديليت اسمها ترانكيت، وحكينا الفرق بين الديليت والترانكيت، انه الترانكيت معطينها بريفيليج اللي هي دي دي ال، يعني اكسكيوت without need to explicitly save، يعني بتعمل كوميت فما بقدر اعمل رول باك للترانكيت، اما الديليت انا بقدر اعملها رول باك. دان هاي خلصناها. اكزامبل على 1 اور 2 ديليتس، هون ديليت فروم امبلوي وير الامبلوي اي دي ايكوال ذس، اذا هون بتضمن انك بتلغي رو واحد فقط، ماكسيمم ومينيمم زيرو، لانك انت بتشتغل على البرايمري كي تبع هذا الموظف، فاذا كان موجود ماكسيمم بكون موجود 1، اذا ما كان موجود بلغي ما بلغيش ولا واحد. هون ممكن سبست منها، وهي برضه من الاختلافات اللي قررناها في الترانكيت. حكينا الترانكيت تيبل تيبل نيم، بهذيك الحاله في الترانكيت ما في خيار انه يلغي الا يلغي كل الروز داخل التيبل ماشي. اما الديليت حكينا من الفرق فيها انه يو كان ديليت وات 0 1 سبست او اول. يا فهدول هم طبعا برضه ركز لك اياها، اول روز ويل بي ديليتد. يس اذا هيك بنكون خلصنا اللي هو الجزء الاول من المحاضره اللي هي ريفيوينج للانسرت والديليت والابديت اللي هم المين ستيتمنت ذات كان يو رايت انسايد البي ال اس كيو ال. طبعا لاحظ انه راجع لك اياهم بالاس كيو ال بدون اي تغيير في البي ال اس كيو ال. ليه؟ راح يقول لك راح نكتبهم از ات از، وهذا برضه من مجال التغيير. طبعا انا كان بامكاني الغي السلايدات بس حبينا برضه لاعاده التذكير فيهم حتى انك تراجعهم مرتين. نيجي للمين بارت فور ذس ليكتشر اللي هو توكينج اباوت وات، اللي هو ريفيوينج داتا ريتريفينج داتا ان بي ال اس كيو ال. حتى نلغي نستخدم الداتا في البي ال اس كيو ال، اي نيد سيلكت ستيتمنت. سيلكت ستيتمنت طبعا في البي ال اس كيو ال نفس الاشياء اللي حكيناها، ستيتمنت تو ريتريف داتا فروم داتابيز، هاي النقطه الاساسيه وظيفتها، انسيرت تو ديليت تو ابديت تو ميك تشينجز على الداتابيز داخل البي ال اس كيو ال انا باجي بحكي، ترانزاكشن كنترول اللي هي الرول باك تو ميك تشينجز على الداتابيز اللي هي سواء ترانزاكشن انك تخزن التشينجز او تلغي التشينجز. هذول هم الاشياء الاساسيه ماشي. حكينا لاحظ يو كان نوت يوز دي دي ال اور دي سي ال دايركتلي ان بي ال اس كيو ال. دي دي ال كرييت تيبل التر دروب، هذول ما بقدرش استخدمهم. دي سي ال جرانت تو ريفوك برضه ما بقدر اكتبهم داخل البي ال اس كيو ال. ولاحظ كل هاي المحاضره لغايه الان هي covered previously بالأذر lectures. بدناش self reading limitation، ليش ما بقدرش استخدمهم والexecute للدي دي ال والدي سي ال، وشو مشكلتهم اذا استخدمتهم؟ هون نيجي للإشي المهم لمحاضرتنا اللي هي شروط select statement، وهون راح شوي اركز وراح نبدا فيهم واحده واحده ونعمل حتى نعمل فيهم حتى نشتغل بشكل كويس. خلينا نروح على الاسكوال كمان نشتغل على employee table اللي هو بس خليني اعمله select star from empty table. That's exactly what I need هون. فانا هون بس بدي انزله وين هي داونلود عشان اشتغل عليه على انه
table that is the table ماشي بس خليني واعطيني 1 minute اني اضبطه بشكل سريع حتى ان نشتغل على التيبل الموجود هون هذا هو التيبل اكبره عشان يكون واضح في التسجيل شوي هاي هو التيبل this is it هنا هذا تيبل إبلوي الموجود عندنا شباب وآي ثينك إنك أنت شايف الداتا خلينا نكبره شوي وهدول هذا التيبل إبلوي الموجود عندنا ماشي لاحظ شو أنا راح نحكي هون ويعني رجاء بس يا ريت تركز معي هالربع ساعة هدول لأنه Select statement وراح نشوف انه كل الطلاب بيعتمدوا كثير في البي ال اس كوال على معرفتهم في البروجرامينج لانجوج الثاني لايك السي شارب والسي بلس بلس وبيحاولوا انه يقيسوا هدول وفي شغلات كثير بتطلع غلط. طيب اول شيء يعني احنا لما جينا كنا نعمل ونخلي الطلاب يكتبوا كودينج يعني انت بتعرف انه اصلا يعني لو انه احنا مداومين في الجامعه ولا في سؤال مالتيبل شويس بيجيك لا فيرست ولا سكند كل الاسئله يكتب كود يعني بتجي كلياتها يا كوماند كودينج اوتبوت يا اوتبوت يا اكتب كود وعاده بامتحان اللي زي هيك بكون صفحه بكون ديسكربشن بسيط وبقول لك اكتب لي كود كامل فمن الاخطاء اللي كنا نشوفها من الطلاب في السلكت ستيتمنت اخطاء كثير كبيره منها لازم نعرف بالاول ثلاث شغلات قبل ما نبلش في البي ال اس كول واي ثينك انه هذا انا عطيتكم اياها سابقا فليتس جو اند درو سمثينج هون يلا ماشي بتتذكروا احنا حكينا انه في عندنا صار عندنا تو ثينجز التو ثينجز هم عباره عن داتابيز وتيبل وصار في عندنا بروجرامينج لانجويج وهي البروجرامينج لانجويج بتشتغل على الداتابيز الموجوده حاليا وهي انتجريتد دايركت بدون ما تعمل هاند شيكينج ولا بتعمل كونكشن على الداتابيز فبهاي الحاله شباب خلينا ارسم نتخيل هذا السيناريو عشان نعرف الستيب الموجود وشو الاخطاء دائما كالعاده في عندنا داتابيز هيا تمام هاي الداتابيز فيها تيبل زي ما رسمنا سابقا اذا بتتذكر نتخيل التيبل اللي هو هسه بنشتغل عليه هو عباره عن الامبلوي تيبل ماشي موجود في الداتابيز له اسم لايك الام تيبل هون وفي مجموعه من الكولوم هسه راح نشوف فاليو موجود هون يا وفي عندنا في عندنا اون ذا اذر هاند اللي هو عباره عن شو برنامج البي ال اس كيو ال برنامج البي ال اس كيو ال الموجود عندنا هون يا اللي بتعامل مع الكودينج انا بسموير في البيجن سكشن تبعه اي نيد تو ريتريف داتا فروم تيبل لاحظ اذا بتتذكروا تذكروا سابقا انا شو حكيت لك حكيت لك اي برنامج بي ال اس كيو ال لازم يمر بثلاث مراحل سواء كان سو سمبل او سواء كان كومبلكس كثير اي اخذ اي برنامج في الدنيا بمر بواحده من ثلاث خطوات او بمر بالثلاث خطوات التاليه اذا فانا راح ارسمها هون برضه بشكل سريع عشان احنا بدناش نخربش غدا انه راح نشتغل على شغله ثانيه هاي الداتابيز هاي الداتابيز وهاي البي ال اس كيو ال فبتذكر انه الخطوه الاولى لما جيت اعطيتك اياها اني انا بحتاج في البي ال اس كيو ال داتا من الداتابيز اذا انا بحتاج داتا من الداتابيز هاي ستيب نمبر 1 ولحد الان وراح يكون كل المشاكل في هاي الطريقه ماشي لحد الان اذا انا بدي اجيب داتا واشتغل على داتا واجيبها واخزنها عندي في البي ال اس كيو ال ما في عندي غير طريقه واحده فقط والطريقه واحده هي عباره عن جمله السلكت ستيتمنت ماشي السلكت ستيتمنت هسه شو طلاب بيجي بيعملوا اذا السلكت ستيتمنت هي الطريقه الوحيده لغايه الان اني انا بقدر داخل البي ال اس كيو ال اني اروح اجيب داتا مخزنه في تيبل هسه الاغلب من الطلاب بيجي بيقول لي لا بيقول لي احنا اخذنا طريقه شو الطريقه اللي اخذناها بنقول له لا بقول لك انا ما افترض انا في عندي هون نرجع عندي في عندي سالري صح انا بشتغل على نمبر هاي السالري وفي سالري لموظف هون هو مثلا قيمته 100 ماشي وانا بدي اجيب هاي الفاليو الموجوده هون اذا كيف بدي اجيب الفاليو هون واجيبها اخزنها بفاريبل بقول لي هاي بسيطه من الحلول اللي كانوا الطلاب دائما اشوفها كتابتها في الامتحان هي على النحو التالي بقول لي انا بحتاج فاريبل بالاول هاي مثلا هون بحتاج اعرف variable يا خليني اكتبه هون لاني راح اشطبه بعرف مثلا variable اسمه ايه من نوع number ماشي طبعا كتابي في الماوس صعب كثير بس واحد شوي صار يتعود وباجي بقول له ايه colon
equal طبعا assignment operator imp duty seller. What do you think؟ هل هاي الطريقة صحيحة؟ هو قال له روح على table employee، روح على الكولوم السالري، جيب لي اياه خزني فيها فيه. What do you think؟ خلينا نشوف اذا في حدا عنده اي ملاحظة على الموضوع. شو رايك في هاي الطريقة؟ طبعا احنا قلت لك لو انه نكتب كودينج بنلاقي نسبة كبيرة من الطلاب بيستخدموا هاي الطريقة. اذا ريفرنس اي كولوم في التيبل as an object زي ما بتعامل معاها في الاذر بروجرامينج لانجويج لايك السي بلس بلس او السي شارب او اوبجكت اورينتد او الفيجوال يعني الجافا سكريبت اند سو. اذا هل هاي الطريقه صحيحه تو ديل وذ الفاليو او تو ريفرنس الفاليو انسايد تيبل؟ طبعا اكشوالي غلط. اذا هاي الملاحظه الاولى اللي حبيت احكيها. اذا شباب انا ما بقدر اتعامل مع اي فاليو داخل التيبل من خلال اسمها ابدا. ماشي؟ بيجي واحد بيقول لك لا انا هاي فيها غلط، والغلط اللي فيها انه بسيط، انه انا باجي هون بدل ما اعرفه من نمبر بعرفه من نوع امب دوت السالري صح؟ بيرسن تايب. ماشي؟ فصاروا ريفرنس لبعض. تتذكر الملاحظه اللي حكيت لك، برضه هاي الطريقه غلط. يعني هذا حكينا صح، هذا ريفرنس، وتتذكروا انا الملاحظه اللي حكيت لك انه الريفرنس از نوت ا بوينتر، الريفرنس از نوت ا بوينتر، هذا مش بوينتر، هذا ما له علاقه انه الاي صار ياشر لي على السالري. الاي بقدر اخزن فيه قيمه السالري، يس بقدر اخزن فيه قيمه السالري، بس مش بطريقه هاي الطريقه. ماشي؟ الاي بياشر باخذ قيمه من السالري، نوت نسيسري، هو الاي معرف من نفس الداتا تايب تبع السالري. شو العلاقه بين الاي والسالري؟ نوتينج. هل الاي صار ياشر على السالري؟ نو. هل الاي بوينتر للسالري؟ نو. وهذا كله غطيناه المحاضره الماضيه بالتفصيل. فبهي الحاله طيب اذا القاعده الاولى والملاحظه الاولى عشان نغطي الامور صح، الملاحظه الاولى شو بتحكي لك؟ اني انا حتى ما بقدر اعمل ريفرنس لاي فاليو انسايد التيبل باي اتس نيم بهاي الطريقه غلط، هاي الطريقه غلط. ماشي؟ ليتس تراي ونشوفها احنا في البرنامج خطوه واحده. اذا لا تنسى، اذا الخطوه الاولى في البيئه الاسكوال زي ما احنا حكينا، حتى انا من عندي داتا بسال حالي هل البرنامج عندي بحتاج اي داتا من التيبل؟ اذا الطريقه الوحيده اني اجيب الداتا هي من خلال السلكت ستيتمنت. ولا تنسى انه السلكت ستيتمنت تغيرت في البيئه الاسكوال، لازم امشي فيها في اربع ملاحظات، اربع ملاحظات، وهدول الملاحظات طبعا يعني مش موجودات بالسلايز، هنا الملاحظات طلعناهم من انا طلعتهم من اخطاء الطلاب. فشو شروط استخدام السلكت ستيتمنت؟ اول شرط، خلينا نخلص اول ثلاثه لانهم سهلين. اول شرط من استخدام السلكت ستيتمنت لازم تحتوي على الانتو كلوز. ماشي؟ اذا فيها شيء اسمه الانتو كلوز، ولازم يكون ترتيبه الثاني كلوز. شو يعني الثاني بالترتيب؟ انه صار بين سيلكت انتو فروم، مش سيلكت فروم انتو. وهي كنا نشوفها. يعني ليش انا حكيت هاي الملاحظه؟ لما اجي اقول الاقي الطلاب كاتبين لي سيلكت ستيتمنت في التصريح، كاتبين لي اياها يا بدون انتو يا حاطين انتو غلط. الصيغه صارت اصغر سيلكت ستيتمنت داخل البيئه الاسكوال بتتكون، كانت في الاسكوال سيلكت فروم، صارت هنا في البيئه الاسكوال سيلكت انتو فروم. اذا سيلكت انتو فروم فلازم تحتوي على الانتو. ماشي؟ وهي رقم واحد، خلينا نسميه رقم واحد، لازم تحتوي على الانتو، ولازم يكون تكون الانتو هو الثاني بعد السلكت وحكينا. طيب اذا انا عرفنا الشرط الاول، الشرط اللي بعده اللي راح يجي انه بعد الانتو شو ممكن يجي؟ اذا صار صيغتها، اذا انا بدي اجيب السالري هون، انا بقدر اجيبه بهذه الطريقه، انا بعرف الفاريبل ستيل، اذا انا باجي بحكي له سلكت، هون باجي بكتب له ماشي سلكت السالري. لاحظ هنا I can use the salary directly. لاحظ أنا هنا ما قدرتش أستخدم السالري مباشرة. ليش ما بقدرتش أستخدم السالري مباشرة في جملة بيئة الأسكوال؟ هاي جملة بيئة الأسكوال لحالها، صح؟ لاحظ إذا أنت ما بتقدر تستخدم الكولوم، ما بتقدر تستخدم التيبل، أي شيء بالتيبل مباشرة في جملة البيئة الأسكوال. جمل الاسكيوال قال له سلكت السالري، روح جيب السالري، جابه باسمه مباشرة، لأنه هاي بالأخير جملة شو؟ جملة SQL. SQL ممكن يتعاملوا مع مين؟ مع التيبل والأجزاء داخل التيبل مباشرة بدون ما إنه يحتاجوا أشياء ثانية. تمام؟
اذا سلكت السالري طبعا حكينا الشرط الاول لازم تحتوي على الانتو هيها انتو وماشي وبعد هيك لازم ترجع وات فروم فروم وات شو اسم التيبل اسم التيبل هو employee table يا selected هسه الشرط الثاني بيجي بيقول لك هنا شو بيجي بعد الانتو هون بعد الانتو شو راح يجي كمل يا what do you think مين بيجاوب شو بيجي بعد الانتو بشكل عام يا شباب معي ولا انا لحالي بحكي راح يجي بعد الانتو what do you think بعد الانتو شو بعد الانتو شو بيجي دائما اذا بعد اسم الكولوم اسم الكولوم ما هو اسم الكولوم هي السالري بس سيلكت كلوز حسني تفضل يا حسني راح يجي الفاريبل اللي عرفتهم يا ان جنرال لازم بعد الانتو يكون عندي فاريبل ماشي وتتذكروا لما احنا حكينا لما جبناها قصه قلنا لك انه عندي شغل وعندي كذا ككومباني كالبيئه الاسكوال قلنا لا انت ما فيش غير انك تجيبي لي داتا فانت بدك عرباي معك العرباي هي الانتو اللي انا راح اخزن فيها الفاريبل ماشي فاريبل اور فاريبلز هذول عدد ماشي اذا لازم يجي فاريبل طبعا عشان انه تعرف انت في البي ال اس كول لازم الفاريبل معرب سابقا قديش عددهم قديش عدد الفاريبلز هذول ماشي يا حسني تفضل قديش عددهم سهل عشان خلص الملاحظه الثانيه راح يكون مرتبط في عدد الكولوم الموجود بالسيلكت ليست يا بالسيلكت كلوز هون انا باجي بطلع هون قديش انا قرات هون بالسيلكت كلوز هاي فانا بهاي الحاله باجي بحكيها ذاتس ات اذا سيلكت سالري اذا انا قرات كولوم واحد سو وبدي اجيب فاليو اذا انا بحتاج فاريبل واحد اي اذا بحتاج فاريبل لايك اي اذا انا هون بعد الانتو دائما بيجي فاريبل ماشي هذا الفاريبل أنا بهمني هون العدد variable over variable عددهم بعدد الإليمنتس الموجودين في select select salary إذا into إيه select star into كم variable باجي بعد مثلا هون 1 2 3 4 5 بحتاج 5 variables بنفس الترتيب ماشي هاي الملاحظة الثانية إذا الملاحظة الأولى لازم أي select أكتبها يكون فيها into الملاحظة ويكون ترتيبها الثاني الملاحظة الثانية بعد الانتو بتيجي variable شرطه معرف سابقا الايه معرف سابقا هيا وعددهم ماله نفس عدد الايتم الموجوده في السلكت اكثر غلط اقل غلط الا بحاله واحده راح ناخذها ليتر وهي الحاله بقول لك ارجع على الريكورد تمام الملاحظه الثالثه ماشي السؤال الايه هاي لازم تكون من اي داتا تايب شو شروط الايه شو شروط هذا الفاريبل حكينا هون العدد يساوي العدد صح؟ هسه بدنا نيجي هون على الملاحظة الثالثة هون نيجي نفكر إنه هدول الفاريبلز اللي أنا بدي أستخدمهم شو الشروط اللي عليهم؟ لأنه هاي بعض الأشياء اللي بلاقي الطلاب غلطانين فيها. نأخذ جمانة تفضل جمانة. أتوقع لازم يكون reference عشان يكون نفس الداتا. يا هو جود هذا هو على هاي راح اعطيها ملاحظه هون بس الشرط شو يعني ان جنرال خلينا نحكي بشيء اصح مش شرط ان خلينا ما نحدد هيك شو بنقدر نحكي جمانة؟ reference data type. أو نفس data type تبعت نفس data type تبعت. إحنا ما يعني ما بنجبر البروغرامر إنه يستخدم reference بس هو بالصح إنه لازم تكون A يعني شو شرطها؟ لا لازم تكون A من نفس data type تبع مين salary إذا فأنت هون أو data type وsize بيحتوي salary يعني لو أجي عرفت نمبر غلط لا مش غلط. يعني أنا بقدر أي سالري أخذنه داخل الـ A أما لو كانت مثلاً A لو قلت له الـ A number وجيت قلت له select name into A إذا صار أنا قاعد بقرأ الداتا النيم وأنا المخزن اللي عندي بس بخزن شو number إذا so I cannot put it inside what الـ A إذا الإشي الثالث لازم تكون الـ variable هدول من نفس الـ data type same شو data type same size مضبوط بهاي الحالة وإذا كان في constraint same constraint ماشي يا طبعا إحنا في هذا الإشي كلياته إحنا بنحكي البست things إني أنا أستخدم reference variable صح هيك بتضمن إنه صحيح بس هو الرولز حتى تكون الجملة صحيحة لازم يكون same name same data type same size أو أكبر طبعا يعني أكبر ما فيش مشكلة فيه يعني لو كان same data type والsize أكبر ما في مشكلة إحنا وين المشكلة دائما بتصير إنه size أقل بصير في عندنا مشكلة
بيظل عندنا شباب. إذا الملاحظة الرابعة، الملاحظة الرابعة هاي راح أورجيكم إياها بالتطبيق، لأنه هاي هي أهم وحدة وهاي هي اللي عليها المشكلة وهاي فيها كل المشاكل. طبعا هي مش ستاندر، هدول أنا من عندنا عشان إحنا نحكي للطلاب، واضح؟ بس خلينا نكمل إحنا بالإشي الأساسي. إذا حكينا إذا أي برنامج بي إل إس كوال بمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى إذا كان بيحتاج التيبل بالبي إل إس كوال إنه يقرأ داتا في داتا من التيبل، الطريقة الوحيدة اللي لازم يستخدمها لغاية الآن هي select statement. Otherwise there is no way to read data from table. إذن أخذنا ملاحظة هون إني أنا أستخدم reference variable أو reference column data using its name باستخدام BLSQL statements is incorrect. You cannot do that. ماشي؟ So you can just only access it via what? اللي هو select statement. هاي الطريقة غلط، أنا ما بقدر أعمل له ريفرنس سواء كان في إني أجيب قيمته أو أطبع قيمته أو أغير عليه. الخطوة الثانية بعد ما أعمل سلكت، الخطوة الثانية إني أنا أشتغل على هدول على هدول الداتا. إذا هذا البروسيسنج راح يقوم فيه، الكودينج راح يشتغل عليه، هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة العكس، ماشي؟ برضو لو أنا بحتاج إني أغير على داتا موجودة داخل البي إل إس كيو إل، داخل عفوا داخل الإس كيو إل داخل التيبل، فبهاي الحالة برضو أنا ما بغير عليها باستخدام اسمها، يعني ما برضو ما باجي بقول له زيد للموظف بتقول له خزنه، باجي بقول له الام دوت السالري كولون ايكوال مثلا 1200، ماشي؟ برضو هاي الطريقة غلط إنك تخزن. إذا بدك تغير وترجع تغير إشي على التيبل، ما في عندك غير الأسكوال اللي هم الانسيرت، ماشي، والديليت والأبديت، مظبوط. اذا هدول هم الجمل اللي بيقدروا يتعاملوا مع الكولوم هون. اذا اي برنامج ممكن مرات يكون في عندي جمله اللي هي اوتبوت، هذا هو شغل برنامج هاي الخطوه رقم 3. اذا البرنامج البي ال اس كوال، شوف اي برنامج في الدنيا، اذا قرا داتا بيجيبها بسلك، اذا بيشتغل على الداتا بعدين اذا اضطر انه يخزنها في التيبل ما في عنده غير انسيرت وديليت وابديت. ولاحظ اذا بتلاحظ اللي احنا حكيناه هون كله، ماشي، انه كل الجمل هاي، ماشي، اللي هو اللي مسموحة إني أكتبها داخل البي إل إس كوال اللي هي الإنسيرت والإيش عفوا السلكت والإنسيرت والديليت والأبديت. واضح؟ أني كويستشن تل ناو. ولاحظ إحنا على سلايد واحد قاعدين لحد الآن أكثر من وات، أكثر من نص ساعة على سلايد واحد، ماشي. خلينا نروح نطبق مع بعض ونشوف الداتا، ما نشوف الإكزامبلز اللي إحنا أخذناه من خلال هذا البارت. شايفين اي ثينك، بس بدي اي اورجيكم الشغله احنا وين شو جينا التيبل. هاي التيبل عندنا، خليني اورجيكم ليتس تراي وين احنا هون بنشتغل. هاي قسمنا الشاشه، بس خليني ازيح هاي هيك ونشوف التيبل الموجود عندنا هون ونشتغل على التيبل. هاي تيبل امبلوي، خلينا نطبق مع بعض بعض الحالات. جمانة تفضلي جمانة قبل ما ابلش. بس دكتور الشرط الرابع ممكن بس هيك ريكابنج له او سمري له او تلخيص اخر نقطه. ما حكيته صح؟ بحكي انا فكرت لما لا سمحت. انا قلت لكم لا الشرط الرابع قلت لكم هذا، هيو قلت لكم هسه كل المشكله عندي بالشرط الرابع، يعني هذا الشيء هذا الشيء تشكل في السؤال سهل جدا. وين الشرط الرابع؟ قلت لك هذا راح اكتشف لكم اياه، نكتشفه مع بعض بالكود. انا ما بدي اعطيه هنا وخلص، يعني انا خلينا نروح نشوف ونغلط مع بعض ونشوف ونطبق. تمام اوكي. فكرت الأخش حكيت إنه دخل، فما فهمت إيش دخل وين أحطه، يعني تمام شكرا. لسه راح أشوفه كل ما هو إن شاء، يعني إذا كود إذا نسيت شيء ذكروني برضو، الواحد جل من لا يسوى. كويس. طيب شباب خلينا نعمل نتأكد موضوع دائما إحنا الراجع اللي أخذناهم الشروط الثلاثة، بعدين نكتشف شو الغلط في الشرط الرابع. So I need في هاي الحالة خلينا نأخذ نفس اللي إحنا أخذنا. بدي أقرأ هذا الداتا. صارت مشكلة وين مش التعديلات الأساسية، مش بالكليب بورد، لا ولا هون يا ذاتس ات. خلينا أنا عم أعلم لكم هون إنه أنا بدي أقرأ السالري هذا لهذا الموظف، صح؟ هسا الأغلب شو بيجي بقول لك؟ بقول لك بسيطة هاي، إذا أي ستارت ديكلير وبدي بيجن وبدي وات أنت ذيس إز اللي هي هذا الشيء. طبعا بس عشان انه احنا عاده لو انه بالاسكوال بدي اقرا هذا السالري هذا الموظف اللي هو سيلكت، مزبوط، اللي هو شو اسمه اللي هو السال هون السالري فروم، بعدين شوي لاني انا ماسك السماعه، فروم تيبل اسمه امت. طبعا بما انه انا بديش اياهم كلهم، اذا في عندي
كونديشن، الكونديشن يكون على الام نمبر، وير الام نمبر ايكوال قديش رقم الموظف هذا. هيو كنترول سي كنترول في هون، وبعمل له سيمي كولون. This is SQL. انا I want to what اشطب هذا الاشي هون واجي اعمل رن. طبعا رن بالSQL هيو طلع جاب لك هاي السالري، طلع اللي انا بدي اياه 5381 لهذا الموظف. طبعا تعال حط هاي الجملة داخل المين سكشن هنا، طبعا راح يعطي عليها ايرور. اعمل رن اكيد راح يعطينا عليها ايرور لانه هاي invalid statement، لانه احنا حكينا انا استخدمت، وهاي من الاشياء اللي كنا نشوفها عند الطلاب. احنا حكينا اول شرط انه يكون بالفرام شو بالسلكت الانتو كلوز. اذا انا كتبت سلكت بدون انتو كلوز راح يعطي عليها ايرور وما راح يشتغل. وهاي احنا غطيت لكم اول حالة بالحالة الاولى. بس خليني اعمل كوميت فور ذس، وطبعا يو نو الكوميت الحكيان الطلاب شو بيجي الاغلب بيعمل، بعرف لي ايه واز ا نمبر، نتاكد من كل طبعا المشكله مرات قلت لك الايه بتعطيني ايرور، مرات ما بتعطيني ايرور ديبنس. طيب احمر انا هسه ما في شيء غير عندي فاريبل، هي هسه اعطي عليها ايش اكسبكتد اند لانه هاي يعتبرها شيء ثاني. ماشي خلينا نيجي نسميها فاريبل اي. This is the variable A. هسه ما فيش عندي error. ليش شو في عندي هون encounter I don't know. طيب anyway let's continue. هسه بيجي بقول لك ال variable A يقول لك colon equal colon equal الM dot salary. وهاي الحالة الثانية إنه بقول لك روح لي على table M dot salary جيب لي إياه وخزن لي إياه في هاي statement. هسا صار الخطا في اللاين 4 مس، اذا بيجي بحكي لك لاحظ من الاقطاء اللي اعطاك اياها انه السالري مست بي ديكلير، اذا السالري مش معرف عنده. ماشي هاي الطريقه تو ريفرنس ذس كولوم انسايد التيبل اتس انفاليد. اذا زي ما حكينا وي كان نوت اكسس اني كولوم انسايد التيبل باي اتس نيم، انا ما بقدر اتعامل مع اي كولوم داخل التيبل من خلال الاسم تبعه. اذا فالحال الوحيده اذا انا هسه الفكره اللي عندي انا بدي اجيب هاي الفاليو واخزنها بالفاريبل هذا اللي عندي. سو الطريقه الوحيده اني اجيب داتا من التيبل هي باستخدام السلكت ستيتمنت، وهي قد حطينا وحطينا كل الحالات. اذا انا هاي برضو راح اعملها كومنت عشان اقول لك انه ذس از وات انكوركت ستيتمنت، هاي الطريقه غلط، وراح اخلي لكم اياها بالسلايد حتى انتم تشوفوها بالتسجيل. تمام نرجع على السلكت ستيتمنت. اذا سو انا لازم ابني سلكت ستيتمنت بطريقه صحيحه. السلكت ستيتمنت اللي لازم ابديها بطريقه صحيحه لازم تتكون من نفس الكلوزز، بس بعد السلكت لازم يجي وات انتو اي كلوز، وبعد الانتو لازم يجي شو في عندي الفاريبل اللي اسمه اي في اي. فبهاي الحاله انا كاني باجي بحكي له، اذا بنيجي على شروط السلكت ستيتمنت بشكل سريع. اذا لازم تحتوي على اللي هو عباره عن انتو كلوز، هاي الشرط الاول، ويكون ترتيبها الثاني سلكت انتو فرام. هاي خلصنا الشرط الاول. الشرط الثاني بعد الانتو لازم فاريبل، هذا الفاريبل اول شيء لازم يكون معرف سابقا، هي معرف في الديكلاريشن سكشن. هذا الفاريبل عددهم نفس عدد الايتم الموجودين في السلكت، عندي ايتم واحد انا بقراه، سو اي نيد وات وان فاريبل هي. ماشي النقطه الثالثه اللي هي لازم يكون من نفس الداتا تايب، بس السالري اي ثينك اتس ا نمبر اي دونت نيد ات. حكينا الجود ان استخدم الريفرنس، هسه راح اصلح هاي الحاله بس خلينا نتاكد فيها. طيب نعمل رن، هسه الاصل انه ما يعطيني ايرور، طب ما اعطاني ايرور بس nothing happened. ليش؟ لانه ما في عندي output statement، انا جبت الفاليو هذا وحطيته هون يا فانا بعد هيك باجي بحكي له بقول له اللي هو جمله الدي بي ام اس، انا هاي بجنب ما اكتبها. لاين اطبع لنا ال خلينا نحكي مش هيك لانه تنسى سنجل كوتيشن، السالري از ايكوال، وفي عندنا كونكاتينيشن اوبريتور الموجوده في الفاريبل السالري، تنساش السيميكولن النهائيه ونجرب رن لهذا البرنامج. شو الاوتبوت لهذا البرنامج؟ السالري از هي طبعا هاي السالري مساوي لهاي القيمه. اذا هل السلكت ستيتمنت استخدامي للسلكت ستيتمنت كان صحيح؟ احنا لحد الان حققت ثلاث شروط. شو هم الثلاث شروط؟ انه السلكت فيها انتو وترتيبه الثاني، بعد الانتو فاريبل معرف سابقا، ماشي عدده نفس عدد الايتم يا والنقطه الثالثه انه الفاريبل ممكن يحتوي على السالري يعني من نفس الداتا تايب. طبعا كان في جايد لاين هون يفضل انها تكون الفاريبل من نفس نوع السالري، فعشان هيك انا يفضل هون
بدل ما اعرف الفاريبل اي بهاي الطريقه. صحيح هو تعرفه بهاي الطريقه اني اعرفه بشو الفاريبل اي. طبعا تنساش انه اللانجويج مش كيس سنسيتيف. الفاريبل اي اعرفه من نوع ام دوت السالري، بس انا حبيت اورجيك اياها انه نوت نيسيسري انها تكون اللي هو بيرسنت تايب وهاي السيمي كولن. شوف في اختلاف في رن البرنامج، عندي غلط شو غلط؟ السالري مش سالري، سال صح، هو اسمه سال هنا برضو غلط. يا انا عشان متعودين على السالري، هاي السالري، فعشان هاي حتى هاي لو افتحها وحط له سال عشان ما كانتش معرفه فادتي، طلع اعطاك عليها غلط في لاين 5 ماشي. لا دقيقه، الخطا هذا اعطاك عليها غلط. is not allowed in this context، انك تيجي تتعامل بهاي الطريقه مش مسموح في هاي الحاله. اذا هاي الجمله كلياتها خطا. any question؟ ماشي. طيب انا راح اغير شغلي واحده وتقول لي وين الخطا في البرنامج. طيب هنا سالري و كوميشن، وين الخطا صار في البرنامج بشكل سريع؟ يلا شباب تالا تفضلي. تالا من نزيد عدد الفاريبلز، يا اللي هو بالشرط الثاني انه بعد الانتو في عندي فاريبل واحد وانا اي ريد تو فاليوز هون، فاعمل رن ما كان البرنامج صحيح. نو لاحظ اعطاك اياه في اللي هي هذا طلع اخطاء، يعني ما بتحددش بتعرفش وين السطر، انه قاعد بقرا قيمتين وعندك فاريبل واحد وراح جاب شغلتين وعنده مكان واحد يخزنه، فبهي الحاله بيعطيك غلط. اذا الحل اني انا ارجع برضو اخزن، احتاج عدد الفاريبل، هون حكينا عدد الفاريبل كانوا اقل او اكثر بيعطيك عليهم ايرور. طيب ذاتس جود، هاي خلصنا. طيب هسه انا بدي الغي كل الاشياء هاي، ما هي مسجله عندكم بالفيديو، بدي اجي اعطيك الشرط الرابع وركز معي بالشرط الرابع، لان الشرط الرابع من اهم الشروط عندي واهم شغله عندي، وفي راح تلاحظ انه في ليميتيشن كثير. طيب على حسب الداتا الموجوده حاليا شو الاوتبوت للبرنامج؟ بعض التغيير اللي عملته شو الاوتبوت للبرنامج حسب الداتا؟ هاي التابل عندك والداتا موجوده عندك، فكر واعطيني جواب. يس يس يس، خلينا نعطي مجال للكل جاي يفكر كمان حتى نشوف انه اكثر من طالب مشارك. يلا شباب لاحظ قلت له select salary into variable a from employee، الداتا موجوده يا، فهذا بدنا نيجي للشرط الرابع. شو الشرط الرابع بحكي؟ انا بعدني ما حكيتش عنه ابدا، احنا كل كان شغلنا على الثلاث شروط السابقه، هسه بنيجي نفهم شو هو الشرط الرابع. Yes, what do you think? جمانة تفضلي. انه حيرجع لي كولوم كامل، يعني كل الفاليوز بالكولوم حيرجعوا لي. اوكي، واحنا وما عندنا غير يعني فاريبل انه اللي هو ما بنعرف اذا هو كولوم او لا، يعني ما بنعرف اذا بيتحمل انه يعني ياخذ كل هاي الفاليوز او لا. يعني انت كريزلت بالاخير شو بتعتقدي؟ انه اول قيمه، هل برجع لي اول قيمه بالسالري ولا اخر قيمه بالسالري ولا كل السالاريز ولا بعطيني عليها ايرور؟ يعني ما هي هاي الحالات. اذا انا هناك الحاله الاولى اللي قبل، بس عشان تقارن بين الحالتين عشان اعطي هنت لكل الطلاب، انه بالحاله الاولى قلت له رجع فاليو واحده وضمنت انه تكون هاي القيمه موجوده، اني انا اعطيته البرايمري كي يا، فكانت في قيمه واحده، والقيمه اللي كنت اجيبها ما فيش مجال عندي غير ان اخزنها في هذا الفاريبل اللي هو لوكيشن في الميموري وخزناه. هسه لا، انا كاني بقول له رجع لي كل السالاريز وما في عندي غير مكان واحد هو الفاريبل A. نفرض انه this is a variable A هون ماشي، عشان احنا نتخيلها this is a variable A. خليني انا ارجع هون اعمل له this، اعمل له this بقيمة مختلفة، فهون القيمة راح تاخذها ماشي. فانا راح اخزن هاي القيمة الموجودة هون،
فاحنا هسه بدناش نجيبها. فشو القيمه راح تتخزن عندي هون؟ What do you think؟ يلا شو الاوتبوت للبرنامج؟ رجعنا حسني تفضل دكتور راح يعطينا ايرور لانه الفاريبل هي عباره عن سنجل فاريبل فهو بيستقبل له وان لوكيشن في الميموري والسلكت ستيتمنت راح ترجع لي مور عن فاليو. يعني انت 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 رحت انه مش اول قيمه ولا اخر قيمه ولا كل القيم داخل ايه هي فقط انت رحت انه بما انه بهاي الحاله راح يرجع لي ايرور. تمام تمام ماشي هاي هاي suggested answer. What do you think guys؟ yeah another one. في حد عنده إجابة ثانية بتتعارض أو بتتوافق مع حسني؟ طيب بما إنه إحنا بهاي الحالة let's try and see exactly what the program will be output باستخدام الرن. لاحظ شباب بهاي الحالة إذا راح تطلع ودي إياك تقرأ لي الإيرور لأنه الإيرور راح يمر معنا كثير. ماشي exact fetch return more than one requested number of rows. yeah لاحظ في جملة رقم 4 هاي الجملة بيقول لك بترجع لي أكثر من رو وأنا في عندي المكان المخزن الوحيد هو عبارة عن variable نوعه scalar. إذا بتتذكر مش حكينا الـ variable scalar، حكينا الـ scalar هو عبارة عن variable بلوكيشن واحد بيحتوي at a time at any given time ممكن يخزن قيمة واحدة فقط. طيب لو أنا simply قلت لك سؤال ولاحظ قديش هذا السؤال راح يكون صعب. لو جيت قلت لك write a BLSQL program to display all employees names. كمان مرة شو السؤال هذا راح يضل ماشي معنا السؤال كثير على فكرة فاحفظه من هسا. أنا بدي BLSQL بطبع لي أسماء الموظفين عندي بس بدي أسمعهم. أسهل من هيك سؤال بيجي؟ نو بدي أسماء الموظفين كلهم. نيجي منك how to solve this question. What do you think? Any suggestions؟ ها شباب مالك اليوم مش معي كيف لما يجي قرار رمضان ان شاء الله. يا حد عنده اي اقتراح؟ دكتور الفاريابل بنستخدم غير السكيلر لحتى نخلي يعني اخذنا بالشيء اللي اخذناه. طبعا راح يكون كل شيء له حل. اذا هنا طيب خليني بيجي واحد بحكي لي اذا مين بيقدر يكتشف لي شو الشرط الرابع اللي انا ما حكيته؟ شو الشرط الرابع اللي احنا تركناه هون ورانا؟ مش حكينا فيه شرط رابع للسلكت ستيتمنت؟ يا وات دو يو ثينك مين بيقدر يلخص لي شو الشرط الرابع من اللي حكيناه؟ يعني قلت لك انا احنا بنحاول نكتشفه مع بعض ما احكي لك اياه مباشره. حسني تفضل. حسني دكتور يعني اني مثلا اضمن انه يرجع فاليو واحده او اني اقرا من رو واحد في التيبل مثلا يعني يكون في عندي شرط في الوير. اكسلنت. اذا ان جنرال عشان احكي لك شو الشرط الرابع وركز معي وراح تلاحظ انه كل هسه البي ال اس كيو تقريبا شهر راح نشتغل على هذا الشرط. الشرط الرابع شو بحكي لك؟ انه لازم اضمن إنه select statement اللي موجود داخل الـ BLSQL في الـ executable section تبعه ماشي بترجع رو واحد أو جزء منه. يعني بتقرأ رو واحدة أو بترجع قيمة واحدة. بهاي الحالة خلينا ترجع قيمة واحدة. معنى ذلك إذا select statement بترجع أكثر من قيمة من أكثر من رو يعني ماشي أكثر من قيمة زي أكثر من قيمة بالكولوم بالسالري بهاي الحالة I cannot use select statement. طيب اذا لازم اضمن انه السلكت ستيتمنت بترجع قيمه واحده اللي هو رو واحد او جزء منه. تقرا من رو واحد او جزء منه هيك الاصح. طيب اذا عرفنا هاي الجمله خطا. اذا انا هاي الجمله غلط لانه انا رجعت لي اكثر من قيمه من اكثر من رو فبهاي الحاله انا عندي غلط. ماشي طيب لو جيت قلت له لايك ذس وات دو يو ثينك ذا اوتبوت ويل بي لايك ذس where ab number equal 1111. شو الاوتبوت لهذا الاوتبوت؟ شو الاوتبوت لهذا البرنامج؟ يس yes. شو في عندي؟
عندي read وعندي condition وcondition على primary key بس ما له هذا primary key مش موجود مش موجود does not exist so هيك هيك إذا كان موجود بتضمن قيمة واحدة بس إذا ما كان موجود ماشي إذا كان إذا ما كان موجود ما فيش ولا قيمة وهنا بنعرف أصلاً لأن initialize variable في الأوراكل بأخذ null value إذا شو الأوتبوت لهذا البرنامج شو الأوتبوت لهذا البرنامج نعمل run مع بعض أعطاك عليها error والإيرور شو هي طلع No data found إذا in general إذا شو الشرط الرابع بحكي لك ولاحظ يمكن ساعة على على جملة واحدة وعلى سلايد واحد وأي نو أنا شو بعطيك عشان هيك الأشياء اللي بتلاقيك ماخذينها ومرة معنا فما أمشي عليها كثير الأشياء الضروري أشرحها بضيع عليها وقت كثير بس عشان تفهمها لأني بعرف إنه الطلاب في إشي أساسي هون لازم نشرحه تمام شباب إذا الشرط الرابع بحكي لك أسمعني عشان نغطي هذا الموضوع إنه الـ select statement ممكن ترجع الـ select statement لازم أضمن إنه select statement بتقرأ رو واحد فقط أو جزء منه يعني شو المقصود رو واحد إنه الـ value اللي راح تجيبها من رو واحد فقط إذا رجعت قيمة رجعت value من أكثر value أو values من أكثر من رو غلط وإذا ما رجعت برضو غلط ماشي إذا أنت هنا يعني أنا باجي بحكي لك لو جيت قلت لك اكتب لي برنامج يطبع لي معلومات عن ألين طلع لي السالري والكوميشن واللي هي الهاير دي تبعه اذا انا هون قاعد بما اني كل الفاليو اللي بدي اياها من رو واحد وعارف عنه معلومات زي الام نمبر هون اي كان يوز السيلكت ستيتمنت نرجع لسؤالنا اطبع لي كل اسماء الموظفين كل اسماء الموظفين هون سو اي كان نوت يوز السيلكت ستيتمنت ذير از نو واي لاحظ there is no way to solve this equation using the select statement we need another way يعني طريقة مختلفة تماما إذا الشرط الرابع لازم أضمن إنه select statement بتقرأ قيمة واحدة أو تقرأ value من row واحد value أو values بين قوسين ماشي من row واحد أكثر غلط أقل غلط إذا بتقرأ بأكثر من row غلط أو بتقرأ أقل من row غلط كمان لازم أضمن إنه select statement بتقرأ من رو واحد فقط أكثر من هيك غلط أو أقل من هيك غلط تمام؟ يعني إذا ما بتقرأش من ولا رو برضو غلط وإذا بتقرأ من رو من أكثر من رو غلط ماشي بتعطيك عليها error واثنين بسبب وهدول two errors هم two runtime errors وإلهم علاقة رح نأخذهم بالexception no data found و too many rows رح نأخذهم بالتفصيل لما نأخذ الexception هذا طيب still بعدنا ما خلصناش هسا بدنا نفكر مع بعض كيف بدي أضمن إنه الشرط الرابع يتحقق؟ يا كيف بدك تضمن إنه الشرط الرابع يتحقق شباب؟ جمانة ممكن هذا الحكي إنه لما نختار specific value يعني specific value إنه يكون عارفين يعني شو لازم يكون في select statement أنا هاي أسميهم yes I know إنه يعني الأغلب إنه يكون الاختيار على primary key أو key ما بيتكررش صح أو unique يعني كلهم على unique يعني طب شو لازم يكون في select statement معناه select حكينا أصغر select statement شو هي أصغر select statement داخل البي ال اس كول ما شو بتحتوي select into from yes فهلا لازم يكون فيها وير معناتها وير يعني حتى اضمن انه الشرط الرابع يتحقق هل لازم يكون عندي وير هل الوير بتتحول من اوبشنال لمست وات دو يو ثينك يعني بمشي معكم ستيب باي ستيب حكينا شباب لا بدون الوير بقع بمشكله انه بدون وير فيش كونديشن يعني برجع لي كل الروز وهيك برجع لي اكثر من قيمه إذا بدي أضمن قيمة واحدة لازم يكون في عندي كونديشن على برايمري كي يعني أغلب الحالات فبهاي الحالة فعليا لازم يكون عندي وير إحنا بنعرف إنه الوير هي أوبشنال في الأسكوال هل الوير كلوز بتصير ماست في البي الأسكوال كلوز What do you think حسني تفضل لا دكتور مش شرط طب شو يعني ماشي بما إنه مش شرط وأنا معك إنه الوير كلوز مش شرط بس برضو لازم تضمن إنه رجع لي رو واحد How to guarantee that أو أعطيني example لcases true without using where clause أنا بدي أطلع أقل موظف بأخذ عندي راتب يا شو بنعمل
بستخدم الاجريجيشن فانكشن يرجع لي وان فاليو. Select the minimum salary into the variable A from employee without need to use what where clause. That's true. ماشي. أو يكون في عندي row واحد في التابل وهي ما بعرفهاش بضمنهاش. إذا مش في كل الكيسز. بما إنه لقيت كيس like the aggregation function. ماشي. برجع أرجع قيمة واحدة بدون ما أحتاج إني أكتب the where clause. إذا هذا صحيح. فالwhere clause كلياته optional. بس بأغلب الحالات we need to use what where clause. We need to use where clause. ماشي. إذا في هاي الحالة إذا هذا كله هذا السؤال غلط لأنه هون برجع لي أكثر من قيمة. فبهاي الحالة أنا باجي بحكي له إنه هون ما بقدرش أحله. إذا لازم هون بهاي الحالة ما في عندي حل غير إني أنا أستخدم الwhere clause. والwhere clause لازم تكون على M number والM number لازم يكون already exist رقم موجود. ما بقدر أكتب رقم مش موجود لأنه لو لقيت رقم مش موجود برضو أعطتني error. خلينا نشوف راتب سكوت قديش عنا. إذا أخذت الرقم تبعه وحطيته هون فبهاي الحالة بعدين يا ومنعمل رن هذا طلع هاي select statement بشكل صحيح. إذا select فيها أنتو ترتيبها الثاني بعد أنتو variable معرفين ماشي معرف سابقا بنفس عدد الايتم الموجودين هون يا النقطة الثالثة اللي هي من نفس الداتا تايب فيقول إنك تستخدم الريفرنس variable. الشرط الرابع لازم اضمن انه select statement هاي بتقرا value بوحده بما انه انا عندي variable واحد اذا بدي value واحده من row واحد فقط فعشان هيك في عندي where على ماشي الاب نمبر ولازم يكون اضمن انه الاب نمبر هذا موجود. لو ما كانش موجود صارت select statement بترجع ليش ولا row وبهاي الحاله error. فالسيلكت ستيتمنت بستخدمها بحالي وحدي فقط اذا انا بدي اقرا رو واحد من التيبل او جزء منه. اكثر من هيك غلط اقل من هيك غلط. نرجع لسؤالنا هل ممكن انا اطبع اسماء الموظفين كلهم؟ حكينا نو. في جمانه بعرف السؤال ولا بدها تجاوب؟ تفضل جمانه. سؤال هلا لما حكى حسني انه نستخدم aggregation functions بس دكتور مثلا هي حاله كثير خاصه انه لازم يكونوا مثلا variables can be manipulated يعني الداتا can be manipulated. Yes, I know. But we can find at least one case. Then in what select statement will be a SQL, we don't need yet to or we don't have to write what the where clause. So the where clause is optional. صح؟ معنى حكينا متى بيصير الإشي optional؟ إذا لقيت على الأقل حالة واحدة ما بحتاج إن أكتبها فهي optional. ماشي؟ هسا أعطيني حالة واحدة ما بقدرش أكتب فيها from ما فيش. صح؟ from must be. So from must. ما هي هي. دائما اذا بغض النظر يس اي نو اتس ا رير كيس يعني نادر جدا او حاله خاصه بتيجي مع الاجريجيشن فانكشن وكومباتبل فيها وشروط الاجريجيشن فانكشن بس ستيل يو كان فايند وان كيس ان ويتش الوير كلوز از اوبشنال وي دونت رايت ات اند الكومبليت اللي سيلكت وذ الانتو والفرام از وات ترو سو الوير كلوز از اوبشنال از ا سمري. تمام جمانه واضح شروطها هون؟ طيب احنا دائما كنت احكي للطلاب ايديا انه يعني think with me be a way to write to print all names. يعطيني idea to print all names. What do you think? كيف بدي أطبع كل النيمز؟ yeah. no advance. في طلاب كانوا يقولوا بنمشي على الفور لوب. شو رأيك هل يعني لو تخيل الفور لوب I think الكل بعرف يعني الايديا تبعت الفور لوب. هل الفور لوب بتفيدني؟ هل فكرة اللوبينج بتفيدني؟ يا جمانة ممكن إذا استخدمت فكرة السيكونس اللي كانت موجودة في SQL إني أمشي عليها واحد. Yeah, that's good. السيكونس كويس بس don't guarantee that you don't guarantee in which one or two employees are what were deleted. يعني إذا كانوا في employees لغوا بالنص هنا تضمنش إنهم sequence صح؟ يعني أنا بلشت بسيكونس واحد وعندي 100 موظف فعليا ممكن يكون عندي 80 حاليا بالموظف بالشركة لأنه في ناس لغوا فلما يجي عليها الwhere clause برضو رح يطلع ماله غلط. طب anyway إذا حكينا still ما فيش طريقة إن نحلها معنها. لاحظ أنا دائما كنت أكتبها للطلاب أقول لهم هي selective الإنام from M هي أربع كلمات فقط بمين بالSQL صح؟ أربع كلمات select the name from what الام اربع كلمات بالSQL انا مش قادر احلهم بالبي SQL وراح تلاحظ انه لما نيجي نحلهم بدنا حوالي 20 30 كلمه وبدنا 10 12 سطر نكتبه كودينج حتى نحل هاي المشكله حتى نطبع الاسماء.
قارنها، لانه ليش؟ لانه ليميتيشن، انا ما بقدر اجيب داتا الا بالسلكت، والسلكت فيها مشكله. السلكت بيقول لك انا عمي ما بجيبش غير رو واحد او فاليو واحده، ولازم تعطيني شيء موضح، اقل من هيك غلط، اكثر من هيك غلط. اذا اي كانت يوز سلكت ستيتمنت، وي نيد انذر تكنيكس. طبعا اللي بيعرف للادفانس مين شو هي الطريقه الحل، بس انك تعرف هيك شو هي، شو هي، حدا بعرف شو هي ادفانس انه ناخذها؟ هي باي ديفولت اتس ا كيرسر. اذا من خلال الكيرسر راح ناخذ الكيرسر اللي هو راح ناخذه بشابتر كامل بالتفصيل وانواع الكيرسر بهاي الحاله. اني كويستشن، حدا عنده اي سؤال على السلكت؟ اي ثينك اي كفر ايفريثينج هير. سو بس وي نيد تو كفر اولسو انذر اكزامبل، اسوم ذات وي نيد تو برينت، بس عشان ناخذ جزء من الرو، اكثر من رو. انا بدي اطبع الاسم، وبدي اطبع السالري، وبدي اطبع الهاير ديت، بدي اطبع ثلاث قيم للموظف اللي اسمه مارتن. I need this value و when هي و the hire date و salary للموظف اللي اسمه مارتن. طب خلينا نأخذهم. I need to read this data. طبعاً بما إنهم موجودين في رو واحد no problem. We need three variables. خلينا نعرفهم هون. بدي ال variable name، بدي برضو ال in، بدي variable name. أنا بعرفه هون ال name اللي هو per، اللي هو خلينا نحكي من نوع ال m dot dot what اللي هو الـ e-name person type صح؟ Also I need the salary عرفناه. Also I need the date، higher date of type. شدة أيه؟ بحكي إن الـ higher date. Yeah. Also I need the higher date. بدي الـ higher date as a variable. H date، higher date. من نوع what؟ Date. بما إنه date أو بتاخده من نوع data type. This is a date. I think I have problem here. خلينا مرة إذا أشوف إنه مشكلة. No، لا استيل، لأنه النيم أعطاني أحمر. طيب anyway، إذا خلينا نأخذ بالترتيب أو بترتيب مختلف، it's up to you. هو ترتيبهم هون، هو ترتيب الـ variables هون. بدي السالري، بدي الـ e-name، وبدي what. Also I need the higher date. لاحظ أنت هون بعد السلكت بتكتب أسماء الكولوم دايركتلي، بتعملهم access، لأن هاي جملة SQL statement. تنساك أنت السالري راح يروح على الأول. طبعا هاي غلط، هون عندي ثلاث وانا عندي فاريبل واحد على شروط السلكت ستيتمنت. تمام، خلينا بس نشوف تلا. اذا الاي نيم بده يروح وين؟ انا عرفته، بدي فاريبل اخذنه. اذا بدي فاريبل ثاني، الاي نيم الكولوم، الفاليو الموجوده في الكولوم بدها مكان بالفاريبلز. شو الفاريبل؟ هو النيم. يا بعدين الهاير ديت، القيمه الثالثه اللي انا بدي اكتبهم. لاحظ مش بنفس الترتيب. اذا بدي فاريبل اخزنهم اللي هو الاتش ديت، الهاير ديت. هيك بتكون خزناهم. يا تمام، from employee بدي اضمن انه برجع قيمه واحده، هدول كلياتهم موجودين في رو واحد. اذا انا بدي شيء تو ريفرنس ذس. يا طبعا مارتن مش مكرر، يا بتخلي له بالنيم يا بتخلي له برايمري كي، وقلت اننا نستخدم البرايمري كي. شو اسمه رقم مارتن؟ 7654 7654 ذاتس ات، ذس از ذا نمبر فور مارتن. طبعا الجمل الاوتبوت خلينا نطبع كل واحده على سطر حتى تكون كل واحدة على سطر. هنا أنا باجي بحكي له خلينا نبدأ بلوجيك لايك إت. النيم، النيم إز شو اسمه هو؟ وين النيم موجود؟ في فاريبل اسمه نيم. بعدين الهاير ديت إز صح؟ ديت إز موجود في فاريبل اسمه اتش دي. والسالري إز موجود بالفاريبل السالر. اذا هون ضمنت انه السلكت ستيتمنت صحيحه، وانا بطبع ثلاث قيم. ليتس جو اند تراي ذا ريزلت. في عندنا غلط بالستيتمنت، وير از ذا ايرور؟ فروم امبلوي وير الام نمبر. طيب ليش طلع لي بيعطيني غلط؟ انفاليد اس كيو ال ستيتمنت. اي ثينك بمشكله النيم. خلينا نحطه variable name، أنا هاي بتخوف فيها من قبل. ماشي ال variable name، وهون نحط ال variable name. طبعا هذه أخطاء بال apex وليست بال run. طلع مو أنا حكيت لك إنه حاطين إياه بأحمر، في إشي غلط. لاحظ this is it. هيو name Martin 28 وكذا. تمام، هاي بالنسبة لسؤال الهون. طبعا as a coding، طبعا هاي I think الإمبلويين table موجودة عندكم. هاي انا بحط لكم اياها على الشات، اذا بدكم الكود تشوفون موجود. طبعا معظم الاشياء موجوده عندكم. طيب شباب، اني كويستشن؟ حدا عنده اي سؤال؟ حدا عنده اي سؤال؟ واضحه المحاضره اليوم؟
تالا تفضلي تالا. دكتور الذات ليه ما عرفناها مثل الامبلوي والسالاري؟ انا حبيت ان استخدم هيك وهيك صح. يعني احنا not necessary دائما to use a reference، حكينا reference is a guideline إذا good إنك تستخدمه ماشي. هل ممكن أنا أستخدم شيء ثاني غير reference؟ I know إنه higher date is a date. طبعا أنا الفكرة فيها إني أنا أستخدم data type من نفس higher date، بس higher date أنا عارفه إنه date، فأسيوم بدل ما أكتب الكلمة كبيرة كتبتها هيك. طبعا أنا كتبت date yes. هاي برضو ال v name لو أنا حطيته var car 2، لو أنا لقيت هاي وحطيته var car وعطيته يمكن انا شايف اكبر اسم يمكن 5 أو 7 أو 8 احرف، ممكن احط له 10 ماشي، وعمرا هل راح يختلف عندي شيء؟ nothing صح not necessary. بس هو دائما احنا حكينا كثير من الطلاب بيجي بيسالوا لك، طب انا بقول لك بدي، انا بعطيهم هيك بعطيهم السكيما اللي فوق بقول لهم جاوبوا، بتقول بدي الداتا تايب. انت not necessary to know data type صح، انت بتعرفها من خلال الريفرنس فاريبل، you can use this. تمام تالا، يعني حكينا انك تعرفهم دايركتلي بيصير، او الاحسن دائما انك تستخدم الريفرنس فاريبل. تمام يس. وطبعا هيك احنا ضربنا نص المحاضره والنيه ناخذ، ومكيف ان رح ناخذ الخمسين سلايد، شكلنا ما خدناش ولا سلايد. طيب احنا خلصنا اللي هي دي سي ال دي ام ال، شروط السيلكت ستيتمنت باي ديفولت احنا غطيناها كلياتهم، الاربع شروط في الاكزامبلز كلياتها حطيت لك اياها، نورو لما يرجع لي نورو، لما يرجع لي مالتيبل روز كلياتها، ريتريفينج تيرمينيت سيمي كولن انتو كلوزز وير كلوزز، مرات لازم يكون في اغلب الحالات ماشي. هاي الحاله راح اغطيكم اياها برضه بالمره الجايه يس. اذا manipulating data طبعا احنا بنوقف عند تقريبا هذا السلايد، هاي تقريبا نص الماتيريال. جمانه تفضلي جمانه. دكتور لو سمحت ريكويست الاربعاء الجاي حيكون ان شاء الله، مش هذا الاسبوع احنا حكينا هذا الاسبوع في كويز. لا صح احنا يوم اصلا اربعاء، يعني قصدي الاربعاء الجاي. ما احنا هذا بنحدده ان شاء الله بالويك اللي سيلي، بس اذا راح يكون في عندنا كويز ببارت اللي هو الاول والسابق، اي ثينك هاي المحاضره مش راح تكون داخله معنا. يعني ايش دكتور الماتيريال الداخله؟ الماتيريال الداخله اللي هو لكشر، احنا هون 5 و 6 صح؟ اذا 1 2 و 3 و 4 تمام، يعني 1 2 3 4 اوكي. يعني حينزل انه قبل باسبوع موعد صح؟ انه يعني زي يوم السبت حيكون احنا بتعرفوا يعني اتفقنا مع بعض انه يوم السبت بينزل كل شيء. هاي انا هسه باخذ الحضور والغياب، الويكلي سيليباس اللي هو على الإيلم بيقول لك دائما انا بحط حتى بازرق بالرقم 4 في كويز او ما فيش كويز، دائما عشان نكون احنا مرتاحين في بدايه الاسبوع، مش يكون يعني نو كويز ذس ويك او كويز كذا يوم اربعاء. تمام 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 ان شاء الله بالتوفيق. حسني تفضل. حسني دكتور هذا الاسبوع راح يكون في اسايمنت في اللاب؟ والله بالنسبه لشغل اللاب الاعلانات تاعون المسات لحالهم، لانه شغلهم لحالهم، اي دونت نو اباوت ات يعني، ومرات مرات بيسالوني بس على المواضيع شو نعطي شو نغطي، بس exactly إنه assignment مش assignment you can send ماشي ماشي him أو ال T's email يعني هذا الموضوع تتأكد. any other question ماشي. يعطيكم العافية جميعا، لأنه هسا عندي كمان وعدة محاضرة. أنا عملت stop recording I think لا بعدني stop recording.